بنواصل أخبارنا مع حضراتكم بعد الفاصل. يعني زي ما احنا عارفين انه الاسبوع اللي فات كله كنا بنحتفل بمرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية. قريت مقالات كتيرة كانت مكتوبة، لكن المقال اللي لفت نظري مقال بعنوان ليسوا 6 سنوات، وهو للدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا يا دكتور سامي. إزاي حضرتك شفت ال6 سنوات الماضية وإن هم ليسوا 6 سنوات؟ ما المقصود بهذا؟ أنا هقول لك، مع اني كده يعني ايه كاني بقول لك الفكره المحوريه لهذا المقال هي ايه. ايوه هقول لك جمله انا كتبتها جوه المقال، وبالتالي هتعرفي ايه الحكمه منها. انا قلت الامر اكبر من 6 سنوات بالحساب التقليدي للايام والساعات. نعم. اللي هو ايه؟ الامان النفسي والمعنوي يا دكتوره جيهان. ايوه وبقول الامان وما بقولش الامن. ليه؟ لأنه أنا وحضرتك كل مواطن عمره ما خاف على بلده ولا هيخاف على بلده من مفهوم الأمن بمعناه التقليدي، سواء حدودنا البحرية أو الأرضية أو الجوية. ليه؟ عندك الحمد لله جيش النهاردة أعتقد أنه في 10 الكبار من جيوش العالم. نعم. وعندك شرطة استوعبت الدرس و كل ما عندها كل التجهيزات للتعامل. اذا كلمه سكيورتي انا ما مش ده موضوعي رغم اهميته، ورغم انما ده متحقق وسيظل متحقق. نعم. انما يا دكتوره جيهان الحرب اللي ضدك مش حرب عسكريه. نعم. مش حرب تقليديه بالمعنى المتعارف عليه يا دكتوره جيهان. الحرب اللي ضدك هدفها أن تهزمك نفسيا من الداخل. نعم. تفقدك الثقة في اللحظة، وتفقدك الثقة في بكرة وفي المستقبل. ده اللي احنا بنقصده واللي أنا قصدته بكلمة الأمان النفسي. بدليل حضرتك النهاردة أو أنا بحكم بس ولادي، هل أنا النهاردة وهم رايحين المدرسة أو الجامعة خايف عليهم؟ لا طبعا. الوضع مختلف. طيب. تماما. عربيات الفول، خد بالك هي القصه مش قصه امن، عربيه الفول بتاعت الصبح اللي واقف عليها البياع المجتهد كمصريين اللي وقفنا ناكل عليها. نعم. خد بالك النفس المفتوحه دي هي معناها ان في امان نفسي. أكيد. من الداخل. أكيد. فانا الفكره المحوريه في مقالي ان اكبر انجاز لا يقدر بثمن ولا يحسب باي تكلفه او باي مقاييس زمنيه هو شعور المواطن المصري بالامان النفسي والمعنوي. نعم. لان يا دكتوره شهاب اللي عنده امان نفسي ومعنوي ووجداني بيبقى صحي. أكيد. بيبقى منتج، بيبقى متحمس، بيبقى طموح، بيبقى عنده ثقه، وبالتالي عنده عطاء اكبر وولاء اكبر. لانه لو بص حواليه وانا الحقيقه لما بقول الكلام ده مش عايز اقول لك ما بعرفش امسك عواصي. هو انت لما تبص حواليك في دول هي ليست محتله بالمعنى التقليدي يا سيدتي، مش كده؟ صحيح. ومع ذلك هل فيها الشعور بالامان؟ ما فيهاش شعور بالامان، ما فيهاش شعور بالامان خالص. يعني في ان الامن منعدم نتيجه يعني. وده ظاهر يا دكتور، احنا شايفينه سياسيا في كل الدول المحيطه حوالينا دلوقتي والدول الكبرى كمان يعني. فانت البقعة الوحيدة اللي منورة. أيوة. اللي مستقرة، اللي فيها أمان نفسي ووجداني في ظل براكين من حواليكي كلها براكين نفوس مشتعلة. خد بالك. نعم. مش أراضي مولعة، نفوس مشتعلة، نفوس مكسورة. خد بالك النفس المكسورة والغير آمنة على مستقبلها بيبقى صعب إنك أنت تاخدي منها حاجة. بدليل هي الشعب المصري ده يا سيدتي لو لم يكن يشعر بالامان والثقه كان قد تحمل فاتوره الاصلاح الاقتصادي؟ مستحيل مستحيل. انما لانه عنده ثقه ومستمتع بامانه النفسي فادى قلبه وادى مشاعره وتحمل الى ان عبرت مصر بفضل الله عز وجل
اصعب المراحل هو اللي بلاش كده، الامان النفسي في ظل ازمه كورونا. صحيح، يعني هم فعلا يا دكتور سامي هم ليسوا 6 سنوات. بشكر حضرتك دكتور سامي عبد العزيز على هذا المقال. هم ليسوا 6 سنوات، هم يعني هم 6 سنوات صحيح، لكن اللي تم إنجازه في هذه الفترة كان بيحتاج إلى أكثر من 6 سنوات في كل المجالات السياسية والاقتصادية وأيضا على مستوى الأمن. فاصل مشاهدينا ونرجع نلتقي بضيفي العزيز الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى بكري.